وذلك أن الشافعي كما أظهره نص الإسناد الصريح ألف كتبا مفردة، فجاء البويطي فجمع ما وقف عليه من الروايات فجمعها في كتاب بترتيب معين، ثم جاء الربيع بن سليمان المرادي وكان أوسع أصحاب الشافعي في الرواية والنقل عنه، فجمع كل مؤلفات الشافعي وجعلها في هذا الكتاب الذي سماه الأم، حتى إن الإسناد صرح أن الرسالة وأن اختلاف الحديث وأن سير الواقدي وسير الأوزاعي هي جزء من الأم، وأنه لا يخرج عنه إلا الأمالي وغيرها، وهي الكتب التي جاءت من طريق العراقيين، والأمالي ليس جزءا من الأم. وهذا يدلنا على أن في ذلك الوقت كان هناك طريقة من التأليف، أنهم كانوا يأخذون كلام أشياخهم ثم يجمعونه في موضع واحد ويعيدون تبويبه، ففعله مع مالك مجموعة. ابن عبد الحكم طبع مختصره الصغير وجزء من مختصره الكبير الذي شرحه أبو بكر الأبهري. ما الذي فعله ابن عبد الحكم؟ أخذ كلام الشافعي كلام مالك في الموطأ ثم رتبه وألف كتابا سماه المختصر عن مالك. جاء أبو مصعب الزهري وكتابه طبع، فأخذ كلام شيخه مالك بن أنس ورتبه بتبويب شبيه بتبويب ابن عبد الحكم، وأخرجه في كتاب طبع مؤخرا باسم مختصر أبي مصعب الزهري عن مالك، فكل ما فيه من سبل لمالك. ومثله المزني، فإن المزني جمع كلام شيخه الشافعي بنصه ثم نقله بالنص وأورده، وما كان من روايته عن شيخه فإنه لا ينسبه وإنما يجعله سردا، وما كان من رواية غيره عن الشافعي فإنه ينسبه. ومن الطرائف في المزني أنهم يقولون إن المزني في موضع واحد قال: حدثني من لا أشك فيه أن الشافعي قال كذا. قيل ذكر ذلك ابن بطيش في المغني وغيره، أن هذا الذي أبهمه المزني هو أخته أو هي أخته، فإنه حدث عن أخته بهذه الطريقة عن الشافعي، فكانت أخته هي التي روت عن الشافعي هذا النقل. ثم زعم بعض المتأخرين في زماننا هذا، وهذا غير متأكد، أن أخت المزني هي أم الطحاوي صاحب المؤلفات فتكون معرفة بذلك، وهذا ليس بلازم، قد تكون له أكثر من أخت وهكذا. المقصود أن هذه طريقة مشهورة،